بشوف هذه إذا بتنزل سهولة الحل معاها شوي 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 ورب الله يا من عارف عنه ما بارك الله فيه. الكتاب تبع المادة 2018 لقيتوه على الإنترنت؟ آخر نسخة لقيتوها؟ لقيتوها لأنه في طالبة بتقول ما لقيناهاش. لقيتوها يعني لقيتوها 2018 اللي هي اوكي نفس تمام. والاسملي لقيتوه برضه السكند اديشن مش الفيرست اللي الثاني اي نعم مشغلين تسجيل مشغل تسجيل حاليا؟ وين هذا المزبوط الرقم تبعه؟ وين؟ هذا صح؟ هاي 200 هاي 200 هاي 250 في هاي 220 طيب بدنا نجرب رقم 250 هاي 250 تمام 250 هي مين اوكي ماشي طيب تسعد السؤال مش مشكلة اوكي ماشي تمام شفنا المرة اللي فاتت ايش هي الايفنتس او ايش هي الاسباب او ايش هي المناسبات اللي ممكن يحصل فيها كرييشن لبروسيس مظبوط؟ هلقيت حنشوف ايش هي الايفنتس اللي عندها بيحصل ترمينيشن لبروسيس انهاء يعني ترمينيشن لمين؟ لا اللي هو البروسيس طلع على التيبل هذه والله شكلك انت حتفرح حتفرح نقص هاي 30 يلا تمام اوكي ده. اول سبب ممكن يحصل من اجله ترمينيشن للبروسيس انه اللي هو النورمال كومبليشن البروسيس بتكون البروسيس ولا بروسيس يعني فوق ان اكسكيوشن صح ولا لا خلصت شغلها خلص بدهاش تكمل او خلص شغله او عند نقطه من لحظه من اللحظات قالت انا خلص بديش اكمل تقدر تطلب من الواجهه سيستم عن طريق سيستم كول خاص بسموه اكزيت سيستم كول حنشوف بعد كده بتقول له اي ونت تو ترمينيت بيروح يسمعوا لها ترمينيشن بياخذ منها اللي هو الداتا اريا اللي محجوزه والكود اريا اللي محجوزه وبترجع للميموري سبيس تبعت الواجهه سيستم وبياخذ منها البي سي بي وكل الستراكشرز المحجوزه بياخذها فكت فكين تمام هذا بسوي نورمال ايش ترمينيشن السبب الثاني انه الاو اس ممكن يحط لك بروسيس
اول ما تخش السيستم يديها زي ما تقول ديدلاين انها تخلص فيه. لو هي ضلت في السيستم لبعد الديدلاين ويوصل الديدلاين ساعتها بعملها ترمينيشن. يعني انا بقول هذه ماخذه ريسورسز ميموري ورام وكذا ومغلباني وماخذه سم اذر داتا ستراكشر عشان اعملها كنترول وما خلصش لحد الان، فممكن اعملها ايش؟ اللي هو ترمينيشن. تمام؟ يعني ايش ترمينيشن؟ يعني بطلعها من السيستم، يعني بياخذ منها كل الريسورس المحدوده اللي بتقعد في السيستم، اللي بتقعد ايش؟ بيلغيها يعني. زي تكون برنامج متوقف. او من الاسباب ايوه انت كاوبريتور مرات بتشغل البروجرام تمام؟ وتعمل له اللي هي كنترول كذا او هذا بتوقف بطريقه او باخرى مش هيك ولا؟ اوكي هذا من اسباب اللي هو الترمينيشن. ممكن اذكر لك سبب ميموري ان افيلابل. البروسيس وهي شغاله ممكن تطلب تحجز ميموري بشكل دايناميك صح ولا؟ لو انت تعمل مثلا شغال تعمل 3 داتا ستراكشر او جراف. انت تعرفين ان الدوز ار اللي هي الوكيتد دايناميك مش هيك ولا؟ مظبوط؟ وطلب ميموري وفيش ميموري افيلابل. ايش يسوي؟ طبعا بس مش هتقدر تكمل من غير هالميموري. عملها في الحاله هذه ايش؟ اوس ترمينيشن. الاوس بيعملها مين؟ اللي هو الاوس بيعملها ترمينيشن. باونز فايليشن. تعرف اي بروسيس لما بيجي يشغل الاوس بديها مناطق معينه محجوزه لها. بس بقول لها معاك الداتا من هنا لهنا. والكود من هنا لهنا. لو حاولت تعمل اكسس لداتا او لانستراكشن برا الباونز هذه بدي اكسبشن. بيمسك الكنترول مين؟ الاوس. بتطلع اللي هو الكنترول اللي هو الاو اس بتطلع على نوع. فاكرين لسه امبارح اخذنا بالاسمبلي كان في الكنترول يصير فيه في الاخر تمام. فاكرين اخر كنترول كان فيه رقم الاكسبشن منه بيعرف نوع بيلاقي انه البروسيس عماله بتحاول تعمل اكسس لاريا مش الها تمام بيعملها ترمينيشن بيعملها ايش؟ هذا الشيء ممكن يصير عمدا او خطا خلي بالك يكون غلط في الكود او كذا او واحد ما عمل بده يتعدى على غيره يعني تمام. فبيعملها ايش اللي هو الاس اللي هو ترمينيشن. ممكن البروتكشن اللي هو ايرور تمام. يعني حاولت البروسيس تعمل شيء يعني مثلا لو فاتح انت لو في منطقه في الميموري او فايل ومحجوز للبروسيس از ريد اونلي تمام وحاولت تعمل له مثلا رايت او اكسكيوت ساعتها على طول ايش ايش؟ بدون اكسبشن اتس ترمينيتد ما ولا اي نعم اوكي. ممكن اريثمتيك ايرور مثلا اللي هي ديفيجن باي زيرو او انت بتعمل شيء مع انفينيتي ماينس انفينيتي كذا شغل مش مظبوط اريثمتيك بدي لك اكسبشن تمام. والكنترول بيمسكه مين اللي هو الاوتيك سيستم ساعتها الترمينيتس بينهي مين اللي هو البروسيس اللي عملت الاريثمتيك اللي هو ايرور. ممكن اللي هو تايم اوفر ران بالنسبه لايش؟ هو الاصل لو انت بروفيشنال بروجرام لو انت بروفيشنال تمام المفروض لو انت شغال جافا او سي شارب او سي بلس بلس لكل كود بلوك بتحط له اكسبشن بلوك بحيث تطلع الاكسبشن تغطي كل انواع الاكسبشن الموجوده بحيث اي ايرور يصير من هذول تتكابتشر بيلقطوا الاسم. بالحالة هذه الاس ديفولت اذا انت عامل سيستم بلوك بيراجع الكنترول لميلا بروسيس عشان يعالجوا مين؟ الاكسبشن اللي هو بلوك تمام؟ لكن لو انت الاكسبشن هذا اللي صار ما بيطلبوش اكسبشن بلوك اللي انت عامله تمام؟ عارف الاكسبشن انت ممكن تحط كذا اكسبشن بلوك في الاخر تقول لسه تحط اكسبشن للكل يغطي الباقي مثلا بالك لو مش مغطى بالكود تبعك الاس معناته ترمينيشن بمعنى ايش؟ يبقى ترمينيشن لانه فعلا هو في لاحظ اللي هو لما تشغل الوضع اكيد بيصير اكسبشن بس انت مش شايفها تمام. والاس بيبعت للابلكيشن وورد انه صار كذا بيكون هذا كله مغطى وين في الكود تبع الام الوار تمام اوكي ماشي. لو انت لو عملت اللي هي بروجرام سوفت وير وتيجي تعمل له اللي هو تسويق ماركتينج لو كل شوي حيطلع الناس اكسبشن غلط ما حدش بيصير منك لو مره او مرتين كذا خلص بيطوش مظبوط.
it is not accepted. واضح؟ هذا يعني. مرات اللي هو لكن في حالات اكسبشنز بالك ما بتتغطاش بالشخصيه الخاصه بالاس نفسه، يعني انت عملت ايفاليشن بتروح لمنطقه بتقرا من منطقه ومش مسموح لك، هذا مش هيدي لك الخيار انك تكمل او ما تكمل او ايش تعمل او انت تعالجها كبروسيس. مين بيعالجها؟ وفي الغالب بيعمل كلينج، بيعمل لك كلينج، بيعمل كلينج لمين؟ لبروسيس، بقول هذا بده يخرب. اللي بالك ما هو التخريب ممكن مرات يحصل عن قصد وعن قصد، مو في الاخر تخريب. مضبوط ولا لا؟ في الحاله هذه البروسيس ديستروي، اتس ترمينيت. فيش يوم شاور، مش راجع الكنترول لمين؟ الاو اس. مش حيكون في اكسبشن في الاو اس بيغطي الاشياء هذا اصلا. واخد بالك؟ لان صار موضوع خروقات خاصه بالميل بالسيستم نفسه. واضح؟ لكن لو قلت لك ايرور هذا خاص بالبروسيس ماشي بديها الفرصه تعالجه لو هي حاطه كود. لكن لو مش لو هي مش حاطه بيعمل اكسب بيعمل اكسب. وكان بيصير معكم شيك ولا بيطلع البرنامج لانه انت مش مغطيه. تمام؟ اوكي ماشي. التايم اوفر ران. التايم اوفر ران هذا اللي هو عباره ايش؟ يعني كل بروسيس بتستنى سم ايفنت اوكير. يعني طلبت انبوت مثلا من فايل وطبعا تستكن على جنب تيز ويتنج زي ما حنشوف والانبوت لسه ما صار يا ابو صبحه ركز. تمام؟ ايوه بعد المحاضره بكلمك ماشي بالنسبه لمعادلك واحنا ماشيين بنتمشى ماشي؟ اوكي. ايش قلنا؟ طلبت سمثينج وسمثينج هذا الايفنت لسه ما حصل. تمام؟ وطول فممكن الاس يعمل تايم اوت يعني يشغل تايمر سيت الماكسيم تايم لو الايفنت ما حصل خلال الوقت هذا يعمل ترميش لمين؟ للبروسيس. يعمل ترميش لمين؟ اللي هو للبروسيس. ممكن انبوت اوتبوت فيلر. يعني ايش يعني مثلا انت عمالك بتحاول بتقرا من فايل مش موجود اصلا مديره اسم غلط او مش موجود الفايل او عمالك بتقرا من ديسك او من دي في دي ودي في دي خربانه مثلا بيحاول مره بيحاول طبعا عدد المرات ما قدرش خلاص ممكن يعمل بسابه ممكن يدي لك الخيار. تمام؟ او ممكن يعمل ترميشن لمين؟ اللي هو للبروسيس. تمام؟ invalid instruction يعني مثلا في الوورد لو حاول تقرا من فايل تفتح ملف وكذا بدي لك الخيار صح بيفتح لك من بيقول لك مش موجود او كذا وات ايفر بحيث بتضلك يو كان ستيل تضلك وين اللي هو في الوورد. تمام؟ invalid instruction مرات انت بتروح لمنطقه فيش مش كود داتا عاديه بينفذ بيروح بينفذ بتعمل برانش لمنطقه. تمام؟ هي بتكون في الاصل داتا اريا طالما عملت برانش حيفترض انها كود بيبدا ينفذ من هناك صح ولا لا؟ بيصادف انه الاوب كود الموجود في الـ في, الـ في هناك ما هوش اوب كود معمول في السي بي يو اتس نوت امبلمنتد. يعني لو انا عندي استراكشر مثلا الاوب كود 5 بتس الاوب كود كم بت؟ 5 بالحاله دي ممكن اعمل كم استراكشن؟ 32. لو هو عمل لو الاركتكشر عمل بس ايش؟ عمل اللي هو بس 30 ضل تو كوبيرنيتيز ار نوت ايش؟ كفر ما عملوش. لو راح على منطقه وبدا يشغل فيه از اي كود ولقى صادف انه الاوب كود فيلد هذا لقى من اثنين اللي مش مستخدمين صار انديفايند انستركشن. بالتالي بدي لك ايش نوع من زي اللي امبارح قلنا في الاسمبلي اللي بدي لك انديفايند بدي لك اكسبشن. طبعا مالوش حل بديش للبروسيس خيار في الحاله هذه لازم اعمل ترمينيشن. مظبوط الوضع شكل شيء تخريبي وبعدين اللي هو شيء قصدا او مش قصدا موضوع ثاني. تمام ولا بيعملها ايش؟ اللي هو ترمينيشن. ماشي الحال. اوكي. البريفج انستراكشن اكيد مش امبارح قلنا فيه اللي هي عموما بيكون على الاقل في تو مودز في بريفج ونوت بريفج او سمينا يوزر اللي بالاو اس له البريفج صح ولا او اي سيستم بروجرام بيستخدم كل الانستراكشن سيت سواء العاديين او المحرمين. لكن اذا هو ان بريفج يوزر في مجموعه خاصه بالدور تبع المشي ما يقدرش يلعب فيها اليوزر ما يقدرش لو انت في اليوزر مود وحاول تعمل اكسكيوت لبريفج بدي لك يطلعك على طول. لأن لو انت يوزر ابلكيشن عادي حتخرب الدنيا صارت تي او اس مضبوط ولا لا؟ صرت تي او اس لو انت شغلت على البريفج فبدي لك على طول ايش؟ بدون اكسبشن ويروح بيمسك كنترول اللي هو الاو اس بتطلع الاو اس على النوع اللي بيلاقيه بريفج الاستراكشر بيحاول يعمل اكسكيوت بريفج انستراكشن بيعمل ترميشن لمين؟ لا باخذ منها كل شيء يلا برا مع السلامه. بالك؟ واضح؟ هذا هي. داتا مس يوز مرات انت مثلا بعض مش فيهم كلهم انت بتكون مثلا يعني في بعض الكومبايلرز
بعد اللعبة فيش على فكرة. لو data is not initialized ما not use it. الكوبايل في كوبايلز أخرى في الغالب الداتا لو قلت له integer i ممكن يعمل initialize لsome value zero مثلا ولا يكون zero أو whatever. تمام؟ لكن في بعض languages لازم you have to initialize the data before you use it. طيب لو أنت التنين هدول لو أنت حاولت تستخدم الداتا which is not initialized بدي لك exception. بتقدر بيعمل information لمين؟ للبروسيس. وهذا زي ما تقول الشيء بيكون افضل على فكره. هو يمكن بدك تكتب ستيتمنت انك انشلايز سواء ديكريشن او هنا او هنا احسن لك من ناحيه البروجرامينج. يعني انت المفروض ما تهتمش على الديفولت تبعت الكومبايلر او تبعت اللانجوج, لانه ولا واحد منا بيكون حافظ فاكر الديفولت بيعتمد على النو. لازم انا اكون عارف هو ايش الديفولت تبعه. لكن مرات تعمل يو دونت نو الديفولت تبع ليش مظبوط ولا لا. يعني ممكن ديفولت انت انشلايز تو زيرو او سم اذر فاليو او كذا. فالافضل انك ايش انك يو انشلايز. لكن هذا متى بيصير في اللانجوج؟ في الحاجات اللي ايش اللي بده انشلايز, اللي بده ايش انشلايزيشن. ساعتها هذا لو الداتا از نوت انشلايز هذا كمثال وانت حاولت تستخدمها بدي لك اكسبشن وبالتالي البروسيس از ترمينيشن. تمام؟ ممكن من تدخل الايش اللي هو الاكويتر او الاوتر سيستم. تمام؟ الاوتر سيستم مثلا قلت لكم المره اللي فاتت على الديدلوك صح ولا لا؟ اللي ممكن ديدلوك مثلا الديدلوك مرات بيكون لو تو بروسيس مثلا على الاقل بروسيس حاجه ريسورس ومستنيه الثاني والبروسيس الثاني حاجز الثاني ومستني الاولاني والبروسيس الاولاني بيتم الشغل الا غير لما ياخذ الاثنين على بعض وهذا بيتم الشغل لما ياخذ الاثنين ايش على بعض. ساعتها ايش حيصير في ساكن حيصير بنقول في ديدلوك طريق مسدود كل واحد حاجز ايش ومستني ايش والثاني حاجز الثاني ومستني الاولاني مش حيخلص. في الحاله هذه كيف احدى طرق حل ايش بيسوي ايش بيسوي ايش يعمل ترمينيشن لوحده منهم حسب سياسه معينه. لو عمل ايش لوحده تفك الديدلوك صح صار ريسورس وهو يعمل ترمينيشن ايش مع ترمينيشن ولم ياخذ من الريسورس كل الريسورس اللي معاه ساعتها الريسورس اللي حزاه بصير فري ساعتها الاولاني اللي طالبه بيقدر باختصار مع الاثنين وبيخلص شغله. تمام خلص شغله. أو مرات من الاوبريتور اللي هو انترفنشن. تمام يعني انت مرات تقول كنترول مش عارف ايش بنبص عليها بتشغل برنامج بيعمل لك بريك للبروجرام بيعمل اجل للبروجرام. تمام او ممكن مرات انت عامل لوجين على سيرفر وتطفي الشاشه. تمام السيرفر بتكون فاتح سب بروسيس خلص بيعرف بوصله المسج او باكيت انك عملت لوج اوت ساعتها الترمينيشن البروسيس تبعتك. تمام او ممكن انت عامل لوجين عملت لوج اوف لوج اوت يعني لوج اوت خلاص في الحاله اللي طلب منك ساعتها الترمينيشن بروسيس ايش اللي هو تبعتك. اوكي ماشي. مرات بيصير بالبيرنت ترمينيشن انت عارف مش قلنا المره اللي فاتت البيرنت ممكن يعمل تشيلدرن زي ما بده يعمل سبونينج سميناها تشعيب والتشايلد ممكن يعمل تشيلدرن. لو البيرنت تبع اي تشايلد عمل ترمينيشن لنفسه اوتوماتيك الاس بيعمل ترمينيشن لمين للتشايلد لانه بصير من غير ابو بيعمل ترمينيشن لمين؟ لو في العاده البيرنت ليش بيعمل تشايلد؟ عارف ليش بيعمله؟ في العاده الغالب بيعمل تشايلد عشان يعمل له خدمه للتشايلد ولما التشايلد يخلص يسلمها لمين؟ اذا البيرنت مات فلا ليش ايش اللزوم يضلوا اللي هو التشايلد؟ ويروح الاس مخلص على مين؟ على التشايلد. تمام اوكي عمل له ترمينيشن يعني. تمام ممكن بناء على البيرنت ريكويست نفسه البيرنت بيعمل تشايلد او اكثر ولسبب او لاخر يعني ممكن احد اسبابها البيرنت يعمل التشايلد ويستنى عليه وقت معين. تمام اذا بعد الوقت ما خلصش ممكن البيرنت يقرر يقول انا بديش التشايلد خلص فبطلب الاسم بقول له يا اس اعمل ترمينيشن للتشايلد الفلان. طبعا لهم ارقام زي ما حنشوف للتشيلد يعني كل رقم بيديله ايدنتيفاير بصير ايدنتيفاير من بقول له اعمل ترمينيشن للتشايلد اللي رقمه كذا بيعمل له ايش؟ اللي هو ترمينيشن بيعمل له ايش؟ اللي هو ترمينيشن. هذه اللي هي الاسباب اللي عندها ممكن نعمل ايش؟ ترمينيشن للبروسيس. دي لكن انا جاي لك على الباش لو عندك باد جوب وعمال بروسيس كيف ممكن يعمل ترمينيشن لما يخلص؟ بحط في الاخر هالف انستراكشن
هاد بيعمل نوع من اكسبشن او تراب لبيله له اسم، بروح ايش بتطلع بلاقي هاد بيعرف لانه البروسيس طلبت هاد يعني خلصت تمام، بروح ايه بروح عامل تيميشن اللي هو للبروسيس. طيب ماشي تمام. فاكرين المره اللي فاتت لما عملنا موديل للبروسيس ستيتس كان عندي كام ستيت؟ تو ستيتس اللي هي الرننج والايش الريدي او الرننج والنوت رننج. ايوه الرننج والنوت رننج مظبوط، الرننج والايش والنوت رننج. ماشي يا عوده، انت اليوم قاعد ورا اليوم، معلش احتل مكانك تمام، بس هو اللي سبق اللي بالك يعني هو الحجم ولاكش ولا كلمة تذكر. لا لا خليك يعني مش طابو تمام تمام، تيجي بدري تاني مرة ماشي الحال. بعد انت قلت هتسافر اليوم صح ولا لا؟ بكرة انت احتمال بس اه. طيب ماشي، احنا مش يعني بدناك اياك تسافر، خليك احنا احنا يسعدنا انك تكون بينا يعني. انت هتسافر معاه برضو؟ اه يلا بالسلامة ان شاء الله. كنا قلنا كم ستيت كان فيه؟ تو اللي هو استيت اللي هو ايش منهم؟ الرننج ونت رننج. لكن لو طلع الرننج يعني بتكون شغال على السي بي يو. النت رننج اما انه هي ريدي جاهزه تشتغل، بس المانع الوحيد انه في غيرها عمال شغال، بس لو غيرها ما بيشتغلش الديسباتشر ممكن يختارها ويشغلها. لكن في خلي بالك لو في بروسيس كانت شغاله رننج زي البيتا بتاعت المره اللي فاتت وطلبت انبوت اوتبوت، هل هتقدر تكمل؟ لا، هنقلها لمين؟ للنت رننج تمام؟ للنت ايش؟ رننج. طيب لو البي هذه مش الدور الها وصلت لطرف الكيو للفرونت وادى ديسباتشر يطلع عليها لقاها بلوك، بيقدر يشغل بلوك؟ ما بيقدرش لانه هو مستني ايفنت لسه ما حصل، لازم يطلع اللي وراها مش هيك ولا؟ عاد لو في عدد في السيستم عدد كبير من البروسيسز بالموديل هذا او تو ستيتس النت رننج، ممكن يكون في نوعين من البروسيسز، جزء منهم نت رننج وريدي وثاني نت رننج لكن ايش؟ بلوكت تمام؟ اذا لما ديسباشر بين الفتره والثانيه يجي يختار بروسيس عشان يختار ايش لازم يعمل سكاننج لغايه ما يلاقي ايش ايش؟ ريدي اللي بلوك مش هينفع يشغل مظبوط ولا؟ اذا ما عشان سهل الامور بدل ما نخليه عمليه سكاننج هذه تاج اي شيء بده سكاننج بده مسح وذلك تايم كونسيوم. خلي بالك هو السي بي يوز والكمبيوتر تكنولوجي والشغلات هذه والاتصالات ايفري ثينج ليش هو بيشات ليش فيري فاست من كل ايفري اسبكت ايفري هند ممكن يسرع ويحسن فيها بيستغلوه مش هند واحده كله على بعضه ذلك الشيء الفلك السرعات الخياليه هذه الكبيره اللي بتصير فما استترش اللي هي بالحاجات هذه تمام؟ اوكي؟ فعشان يعمل لانه الاس هو بس هو وراه بس يعمل سكان وراه شغلات كثير لو وفر في هنا ميموري وتايم هنا وفر هنا في سبيس وتايم وفر كثير التوفرات بتصير هنا والسي بي يو عملنا له بايب لايننج وعملنا كذا وممكن يكون في كذا بايب لاين وكذا كور وكذا وكذا كذا كله هذا عشان التايم مضبوط ولا هذه مع هذه مع هذه مع هذه هو اللي بيسرع السيستم مش جانب واحد بس تمام ولا فما تستهينش باي حاجه تمام هذا هو تمام اوكي ماشي ايش احنا قلنا قبل شوي اي نعم فهنقسمهم النت رانج لتو ستيتس ده واحده الريد لحال والنت والبلوك ايش اللي هو لحال لذلك طلع الفيجر هذا صار في عندي الرننج هذه الاصليه ما تغيرتش يعني شغاله حاليا على مين؟ على السي بي يو على البروسيسور وهذه كانت واحده انا قسمنا الى ريدي وايش بلوك تمام وتلاحظ اضاف كمان تو ستيتس حتكلم عليهم شويه هالجيم اول ما البروسيس تخش السيستم بتروح في الاول انيمو ستيت بعد كده الاسم جه لمين؟ لريدي الديسباتشر دائما بيختار من مين؟ من الريدي لو هو شغال راوند روبين الا على الفرونت اللي في المقدمه يشغل
اما انه تخلص بعملها ريليز بتطلع تروح لاكزيت ستيت، او انه لسه ما حصلت او بترجع ثاني لمين اللي هي الريليز، او بتكون راننج طلبت سمثينج تو سم ايفنت بتستنى في انبوت اوت مثلا. تمام كده بنجيلها لمين؟ للبلوك. وهي في البلوك، وهي في البلوك لو الايفنت اللي بتستنى حصل بنجيلها مين؟ بنجيلها للريليز. واضح؟ تمام. فصار عندك ثلاثة ستيتس أساسية، وكمان هذه وهدول اللي هم جداد. تمام. وبالتالي السبيشال ايميجيشن مش محتاج يعمل سكانينج لأنه هي شور، أقول هي شور لأنه يعني ممكن في الموضوع صار في انتريس وكذا. تمام. تقول إيه مش مشكلة لأنه تشور على إنه اللي هنا كلهم إيش؟ كلهم ريدي، مش محتاج يعمل، هو شغال راوند روبين مش محتاج يعمل إيش؟ سكانينج. ولا في الرننج ستيت ات بوست لو عندي سنجل سي بي يو كم واحده ممكن يكون جاست وان. اوكي الريدي يعني الريدي مش مستني اي ايفنت انه الا انه السباتر يختارها مش اكثر. تمام. البلوك كلها مستنيه ايش؟ سم ايفنت اللي هو اوكي زي الانبوت ايش اللي هو اوتبوت. النيو السيستم يعني قبلها بس ما عملش على نفسه كوميشن تعهد انه ينفذها. متى بيعمل اذا نقلها من النيو للريدي خلط احد مثلا؟ ليش؟ لانه في حاجه بيسموه ديجري ومالتي بروجرامينج. ويعني ايش مالتي بروجرامينج؟ مالتي بروجرامينج يعني يكون في السيستم اكثر بروسيس شغالين ات ذا سيم تايم، واللي اس عمال ايش بتناوب عليهم. تمام؟ لقيت انت على فور اني سيستم تقدرش تخلي الباب مفتوح على مصراعيه وتدخل اي عدد من مئات الوفات، ساعتها بيحصل ديجريشن للسيستم، بصير ريسبونس تايم بتلاقيه بطيء وكذا وبالك، فبتاثر اليوزرز. لو تتكلم على 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 على, على زي انت لو انت عندك الميموريز ليميت وفتحت مثلا 20 تيتا بيجيز مره واحده بيبطا السيستم، صح ولا لا؟ مظبوط؟ اوكي يعني الار عمال بتعمل داونلود هنا وابلود هنا في نفس الوقت، فاتح لي مثلا على جيم هذا بدا باور كمبيوتر باور عاليه وكذا وكذا فبيبطا السيستم. فما بالك في السيرفرز اللي يكون في عدد كبير من اليوزر وعدد كبير من البروسيسز، بالتالي تلاقي ات اني سيرتن تايم بيكون بيسمح بماكسيمم نمبر اوف بروسيسز اللي في السيستم هذول بيكونوا اللي هو مجموع الريدي مع الرننج مع البلوك. لو اجى شيء جديد في الاول بيحطه وين؟ في النيو. تمام. لو السيستم لو العدد المسموح لسه ما كم وصل الماكسيمم بيقلها من يو لمين؟ للريدي. لكن لو لسه لو هو مغطي الماكسيمم بيخليها ايش؟ نيو. لو ليش؟ لما تكون في نيو بيكون بيجيش فقط البي سي بي الكنترول بلوك هذا زائد سم اللي هي تيبلز الخاصه بالكنترول تاع البروسيس، لكن لسه بتكون مش حاجه اسمها لا داتا اريا ولا كود اريا، يعني بتكون ذات البروسيس موجوده وين؟ في الديسك. بيعملهاش بحجزهاش ميموري لانه مش انه هو من الكود ولا والداتا. البلوك صح بده صم هذا بس مش كثير، حتى بحجزها للبي سي بي تبعت البروسيس عشان يعمل لك كنترول ويتابعها، لو بيحطها في النيو. تمام. اذا لقى حاله هلقيت خلص ممكن يعني ينفذها ويخش مع البروسيس، بنقلها من النيو لمين؟ بس الحاله هذه بكون حملها من المين من الديسك للرام، اداها كود اريا واداها داتا اريا واداها ستاك اريا واداها ايفري ثينج. ليش الحين بعض السيرفرات يكون فيها حضارات كثيره وبروسيسز عاليه وكذا؟ هذه احدى البوليسز، بقول لك زي الجوجل مرات بقول لك اتس نوت ريدي او كذا. ما فيش ماكسيمم نمبر بضل ياخذ بروسيسز لحد ما ياخذ السيرفر تاعته لحد ما ايش؟ لحد ما يبطل يقدر يعالج كل البروسيسز اللي مطلوب منه. لا هو بيقول لك في عندي ماكسيمم، وبكون في عنده ماكسيمم، هذا بارامتر من الاو اس، انت كنت بتقول لك في عنده ماكسيمم، وبياخذ بياخذ بياخذ يمكن ماكسيمم عنده 1000 مثلا بروسيس، واز لونج از الشيء از ليس ذان ال 1000. تمام. وفي بارامتر ثانيه مش بس 1000، وفي بارامتر غير ال 1000 غير قديش المجموع بده رام في هذا، وقديش بده قوه باور وشغلات كثير. تمام. از لونج از اللي هي از وذن اللي هي المسموح بيقبل منك، لما يصير يبدا يتجاوز بطل يقبل من غير ما يقول لك ليش السبب او كذا، بس بكون في له ليميتس، بكون في له ايش؟ لا فوريش بارامترز خاصه بالبروسيس نفسه، مش محتاج اقول لك اللي هو او حتى لما ينفذ هو. لا احنا لقيتها بنسال كديزاينرز من جوا مش كيوزرز، احنا لقيت شغالين كديزاينرز ونقول لك ونعلمك كيف اللي بيصير كله كيف بنعمله وكذا. انت مجرد كيوزر
تمام، مش محتاج اقول لك على تفاصيل وش الكرسي اللي هو شغال عليه. لو لما يجي يكون جدول البروسيسز مين بيشغل في الاول، انت شغال على سيرفر، طب في الاف بس في غيرك شغال، انت عارف مين شغال مش عارف، طب شغلك قبل هل شغلك قبل ولا بعدهم بدوت نو. طيب الاس هيقول لك، وهذا من فوائد الاس، انا بزمنيش الاوفيس يفهمني بالتفاصيل مظبوط ولا وبتاع جديد وبالك، لا انا بدي الاس يبدو لي سبت بس انا بس بعمل صف شغل عليك، بس بدي في الاخر سبوس تايم يكون معقول، وكيف هيعملها ان شاء الله حتى سحر بحري هدا عليه وبالك، انا بدي سبوس تايم يكون معقول، بدي ابعث لكم مثلا خلال مثلا ثواني يكون اجل سبوس اكثر هيك بتحملش. تمام، وظيفه الجيت ميل او اس الديزاين يعمل ايش هذا، والاس في العاده بنعمل للمستيت الروت تبعه ممكن يعمل كونفيجريشن اذا هو خبير يظبط بامبس بحيث يعني يقدر يتحكم بالريسبونس تايم تبع اللي هو الناس. تمام، يعني يتحكم بالماكسيم لود اللي ممكن يخش على السيستم، يطلب مول اكثر، يجيب اللي هي سواب اريا ديست اكثر وكذا، بيحسن الريسبونس تايم وتبع السيستم والاداء تبع السيستم. ماشي، هذا بالنسبه لانيو. تلاحظ اضاف اللي هو كمان هنا استيت، هنا اسمه اكزيت. ماشي تبع لسه الساعه 12:30 شمالي بالك. الاكزيت شربت شاي اليوم ولا في قبل ساعه ولا ما شربتش؟ شربت ولا لا؟ انا بشرب الشاي كنت فعلا بالك، بشرب فنجان نسكافيه واحد لقيت لما اروح قبل الغد، وبتغدى بعد العصر وبتعشاش بعد العشر، بس باكل فواكه. صح صح، اول شيء صحي اكثر وكمان انشط. والعشاء عشان تكون عارف حتى لكم كشباب، العشاء عاده وليست حاجه في الغالب، يمكن انتوا عشان شباب تطلب مش اكثر منا، بس حتى اللي زي في ناس اللي هم بتعشوا في سني واكبر مني، العشاء عاده وليست حاجه بالك. انا بتعشى بس مش اللي هو رز وطبيخ وخبز وكذا او فلافل وفول، حتى لا فلافل ولا فول، فواكه بس. ولعلمك بصحى ثاني يوم وقت ايش باكل فواكه؟ الساعه 9 9 ونص يعني بعد العشاء، بصحى ثاني يوم وما كنت جوعان بالك، يعني باكل بس عشان لازم افطر، لو لازم اغيب هل لقيت حاجه على الشغل واجيب كذا ساعه وكذا طبعا هجوع اكيد، يعني حتى لو بصحى بكون جوعان. وجربوها، هي مسألة تتعود، بس بدك ما تتغداش بدري، أنا بتغدى بعد العصر. لقيت بوصل البيت قبل العصر، بعد العصر بصلي العصر وبعدين بتغدى. يعني أنت بتصلي المغرب بعد الغدا؟ ماشي. أه ممكن بالنسبة لكم في عليكم عمل وكذا بيصير، أي نعم، بس بعد كيف تتعشى بالليل؟ أنت أنا غاية مش توفير، أنا قلت لك باكل فواكه، بدك توفر برضه مش عيب، مش مشكلة. إذا بدك تتوفر بالك كيف؟ نسكافيه نوع هي من القهوة، لا بشربش قهوة، ما بجيبهاش في العربية على القهوة بالك، اللي يجي عند الضيف بالك بس اللي هو شاي، في شاي بس ما بشربوش أنا. تمام، مع إنه بيقولوا له فوايد بالك، بس فنجان اللي هو نسكافيه لقيت لما برجع قبل الغداء. القهوة فوايدها أحسن من كيف؟ القهوة فوايدها أحسن من لسه الكلام هذا الفاضي بيقولوه عنه، انت كل يوم لو تسمع الكلام، القهوه والشاي قالوا عنها 100 مره، كل يوم تسمع الكلام وعدته، كل يوم كل يوم الواحد. واخد بالك؟ اه شو ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرقوا، هي الرول. بالك؟ كل حتى اللي عنده سمنه بده يخس، كل زي ما بدك، العبره انك تتحكم بالكميات والنوعيات وبس. بالك؟ اي نعم، انما اقول لك كل رجيم الكيتو والكيتو والميتو والحاجات هذه، كذا كلام فاضي هبل هذا، بالك؟ كل اللي بدك اياه وشرب اللي بدك اياه من الحلال، بس المهم ولا تسرف ولا تسرف، هذا هي. اوكي ماشي، خلينا نخلص المحاضره. اوكي طيب، هذه بالنسبه اوكي عرفنا اللي هو لما يكون في نيو ستيت، ايوه قلنا بيكون حاجه فقدت بي سي بي، لكن لسه ما حاجز لا كود ولا ايش ولا اوكي، لو يكون متاكد ممكن تخششها مفيش مشكله، مش حيصير اوفرلودنج، بينقلها من ساعتها بيجي كود اند داتا وبيحملها ايش اللي هي من الديسك على من ميموري. اوكي الاكزت تلاحظ الاكزت مش متحد ما تخلص بتطلعها من السيستم، الاول بينقلها اكزيستين، بتكون لا زالت الميموري تبعت الكود والداتا والستاك وتبعت البي سي بي والكونتر ستراكشرز الاخرى محجوزه. ليش؟ بيكون في اكاونتنج بروجرامز تولز اخرى بتجمع احصائيات وداتا من الحاجات هذه، بتشوف مثلا قديش استهلك من وقت السي بي يو، قديش استهلك ميموري
وبيعمل شويه تحليلات كده على البروسيس وبياخد ارقام عشان يطلع فواتير ويعمل شويه احصائيات بالفيد بعد كده للديفلوبمنت والابجريدنج والشغلات هذه. واضح؟ بعد ما الاكاونتنج تول خلص يكون متاكد خلص دازنت نيد الانفورميشن هذه بقول له ايش انا خلص مش عاوز اروح ايش ايش بنهي تماما بيطلع من السيستم ايش بنهيها يعني بياخذ منها الكود اريا وبياخذ الداتا اريا وبياخذ الستاك اريا وبياخذ كل بي سي بي وايفريثينج كان محجوز للبروسيس بياخذه من البروسيس تمام اوكي يعني مش على طول من اول ما تصير بتهز السي بي يو بتطلع لا في الاول بيطلع وارده لمين الاكس عشان الاكاونتنج تول تشتغل شغلة تشتغل ايش اللي هو شغلة ماشي الحال اوكي ماشي اوكي يعني انت الافضل على فكرة انت المفروض عندك بيكون في المكتب في مكتبك في جلد الزبالة صح هذا مش للزبالة بس للورق للورقيات مش كل يوم بتاعي تروح رامي الجلد ولانه بطول لما يتعب خليه عندك مدة بالك لانه انت ممكن بعد اسبوع اذا تك على في سم البيبر قطعتها وتصير معي على فكره بالك بدك اياها ثاني بالك يعني مرات انا بصير معي بروح مثلا عوده للبرتي سمثينج واخذ بالك وبروح الفاتوره كنت انا في الاول بقطعها بصراحه وبحطها في الجدول هذا اللي جنب بعد ما تسوي الاخر بطل انا بدي اشوف سم ايتم اطلع الفاتوره بنفل الجدول من اول بوقع لان فيهم لغايه ما عشان اطول البند لقيت الطريقه هذه مش مظبوطه بالك صورتها بعملها على ستو ستيجز فلقيت الفاتوره اللي باجي من قبل بحطها في الاول الدرج تبع المكتب هذه مرميه تعتبر بس ما قطعهاش ليه ترون بعد اسبوعين ثلاثه بقطعها برميها بالدات ترسل اكس على ايش على 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 تو ستيجز عشان مش كل مره اروح اطلع الجد الاسبال واقعد هذا الالمني والقصاكيس بتتعب لعندك بالك بالذات لو كانت تحت في لها مده بالك فانت الجد الورقي اللي في في البيت ما ترموش على طول مش كل يومين ثلاثه تقول لامك فضي 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 او هي مرات بتكون نظيفه كده امك بتكون تفكر انه مصلحه لا مش على طول بقول لها لا خليه لما ينتهي لما هذا كل شهر مره او كذا على قد ما بيمتلى عندك لما تكون متاكد تماما تقول لها خلاص ودي اوكي ماشي طيب واضح طيب ماشي الحال اتكلمنا عليه قال صار واضح اللي هي النل اول ما تيجي بروسيس يكون ولا شيء بيخليها نيو بيعملها البي سي بي بعد ما نيو لاريدي يعني عملها بي سي بي وحملها اداها كود وداتا وستاك ارياز بعد ما نريدي لراننج شفناها مظبوط ولا اوكي وبعد ما نريدي الاكزيت خلصت اي سبب حصلت تربينيش لاحد الاسباب اللي ذكرناهم في التيبل 3 2 بعدين ما راننج لاريدي حصلها مثلا اللي هي تايم اوت اداها تايم سلوت معينه تاو خلصت تاو من غير ما تخلص بتجي لها ساعتها من الراننج لمين؟ او في سبب ثاني مرات ممكن السيستم يكون شغال بريورتي شغال بريورتي في بروسيس كانت راننج في بروسيس ثانيه بلوكت سنه حدث عشان يصير وبعد شويه الايفنت تبع الثانيه هذه صار ثاني بنقي لها بلوك لمين؟ لاريدي ولكن لما نقلها لقى انه هذه اللي انتقلت اعلى في البريورتي بروح الاسم طلع هذيك ماخذ من السي بي يو عاملها بيسموها بري امشن اخلاء مشغل مين؟ الهاير بريورتي عاملها بري امشن بيسموه بيخليها يعني بياخذ السي بي يو منها عنوته تمام ومشغل مين؟ اللي هو الثاني بس لما يخليها حنقلها لمين؟ لاريدي هو اللي منعها انه يكمل فقط انه في غيرها ايش؟ اولى منها هاير بريورتي بس فيش هي مش مستني ايش؟ بالك؟ اوكي ماشي ولا من رانج للبلوك مثلا اذا طلب سم ايفن اما يطلب انبوت اوت او في اسباب ثانيه حنشوفها بعد كده على فكره مش بس الانبوت اوت هو بس السبب بس اسباب كثيره بتستنى سم ايفن بنقول عموما تمام بنقلها ساعتها من البلوك من الرانج الى ايش؟ الى ايش اللي هي البلوك وقلنا من البلوك للريدي لما تصير البروسيس ايش؟ لما الايفنت تايل تستنى يكون تحقق من ريدي للاكزيت خلاص اللي هو خلصت في السي بي يو بس مش على طول بتطلعها عشان دي وقت للاكونتنج تولز تشتري اللي هو شغلها من في هنا عامل لك شغله مش محطوطه في الفيجر من بلوك لاكزيت تمام بلوك لاكزيت بتصير مرات بتكون في بروسيس بلوكت بس هذا تشايلد لبيرنت والبيرنت حصلوا ترمينيشن سووا لي اخر ولا اذا البيرنت ترمينيتد على طول تشيل تبعون ار ايش حتى لو كانوا بلوك صار ما لهش لزوم يكملوا
ملوش معنى. فمش بروح بتطلع اذا في لك شد النوكت بعمل ايش اللي هو تيرمينيشن بعملهم بعملها تيرمينيشن بعملها ايش تيرمينيشن. طلع الفقر التالي. كنا المره اللي فاتت شو ادينا مثال على على ايش كان ثلاثة بوسيسز وفي ديسباتشر في المين ميموري بكين الاي اند بي اند السي. كانت الاي بادئه 5000 والبي يمكن 8000 والسي 14 وفي مكان ما مشاكل وكان ديسباتشر. كان في مين ديسباتشر في الاول اشتغل الاي رانينج. تلاحظ اللون الازرق الفاتح رانينج الرمادي الفاتح ريدي الرمادي الغامق اللي هو بلوكت ايش اللي هو بلوكت اوكي اللي هو ايش البلوكت اوكي ماشي. لانه هو حتى نقل الالوان بشكل مناسب خلي بالك يعني الناس لما بيعملوا ديزاين لايش او كذا يربط الكونسبت مع الايش مع الكالرينج مع الفونت سايز مع ايفريثينج. فلك ليش ما خلاش مثلا اللي هو البلوك الرننج هو اللون الغامق اوكي ما لناش دعوه بالايش خلي بالك بالك بس الا بعنا بمعاني الاشياء. ليش ما خلاش ما اختارش اللون الغامق هو للرننج اوكي ايوه ايش يعني الغامق بدي لك ايش مسكر ايش ايوه طريق مسدود ايش اسود اين حط الغامق لمين للبلوك. طيب ماشي طب ليش ما خلاش الرننج تمام هي اللون الرمادي الفاتح وهذه هي اللون الازرق اينام لانه هذا الريدي والبلوك الاثنين واقفين مظبوط ولا فخلاهم مش الرماديات فخلى ايش هذا عمليا مش شغال وهذا مش شغال صح ولا الاثنين ار نوت رننج فالاثنين اختاروا ايش رماديات تمام. لكن مين اللي هو الموقف اصعب البلوك ولا الريدي البلوك خلاه اغمق وخلى اللون الفاتح هذا لمين هذا مش اوبريتنج سيستم صح ولا اي نعم اوكي ماشي. التالي انت كالرنج بالك تعجبني مرات افلام للنود على فكره بالك شوف الالوان تبعتهم حلوه وزاهيه الوان للنود الوانهم زاهيه هيك غير لهم كلتشر غير العرب وغير الناس الاقوام الاخرى تماما لا هم عرب ولا هم شرق ولا هم غرب ولا هم روس ولا هم تحت ونود بس شو بقول لك فيلم هندي يعني نود هم لحال بالك اوكي ماشي. فهي الايه في الاول كان ايش؟ رننج وبعدين حصل عنده تايم اوت راح اشتغل مين؟ الديسباتشر. راح لما الديسباتشر اللي هو اشتغل لقى انه البيز افيلابل شغال البي راح البي قبل ما يخلص التايم اوت تبعه عمل انبوت اوت وبالتالي صار ايش؟ بلوك ايش؟ بلوك. راح الديسباتشر مين؟ اشتغل. لاحظ لما يعمل سويتشنج من البوسيس للبوسيس لازم ايش؟ مين اللي يشوف الاول؟ اللي هو ايش؟ دائما فيش ايش بيسلم بروسيس بيسلم بروسيس واحد تاني من ايده كده على ما بصير فيش كنترول دائما بين بروسيس وبروسيس لازم مين يشتغل وايش وديسباتشر جزء من مين؟ نوز. اشتغل الديسباتشر قال تمام لقى مين الافيلابل السي شغل السي سي وصل لاخر الوقت التايم اوت وبعدين راح اشتغل الديسباتشر قال ماشي مين افيلابل اي شغل الاي ولسه البي لسه ايش؟ بلوك. وبعدين راح اشتغل الديسباتشر راح في الاخر شغل مين؟ اللي هو السي. لو طلعت على الاي مثلا ايش الحدث اللي مر فيها؟ هنا الاي از رننج هنا از ريدي رننج ريدي هنا البي از ريدي رننج بلوك السي ريدي رننج ريدي رننج تمام؟ واضح؟ اوكي ماشي. اتوقع حد منكم يسال سؤال هنا بس بنجمش مش مشكله مش عايزين بنجمش في الامتحانات سؤال كده اضافي مش قضيه ملوش دعوه بالموضوع اوكي ماشي. طيب لو انا بدي اعمل كيوز هلقيت واحط فيها الاشي طلع هنا على سنجل كيو موديل عمل كيو لمين؟ للريدي بحيث لو في اشي حينقل هلقيت للريدي بيحطه في الريدي كيو تمام؟ والسباشر بياخذها من مين؟ من الريدي. لو شغال راوتر بين اللي في على الفرونت بياخذه ويشغله اما انه يعمل ريليز اكزيت يعني بيخلص او حصل تايم اوت ما خلص بيرجعه للاخر الكيو او بلوك بيجيبه على البلوك اللي هو الكيو تمام بيضلوا في البلوك الكيو لغايه ما الايفت اللي بيستناه
وهذا على فكره مش كيو بمعنى كيو هنا، هنا فعلا لو هو ران روبين انتز كيو، هذا ممكن تقول بلوك اللي هي زي ما نقول اللي هي جروب او بلوك ست او بلوك ليست اللي بدك اياه. تمام، لانه ليش؟ لانه ممكن تكون في بروسيس هنا الثالث هي تطلع والايفنت تبعها يصير في الاول، ساعتها بيطلعها من هنا ويحطها وين؟ في ريدي كيو. لذلك لم يعد هذا مش كيو بالمعنى الدقيق اللي تعرفينه بداتا ستراكشر، لكن هذا لو هو شغال راوند روبين فعلا تزريها لايش؟ كيو. فبدي اياك برضه في التعريفات تكون مرن، يعني تسمح انه ايش، انت كانجينير لازم يكون في مرونه. انا مش زي ما انت ما كتبت بالضبط تقول بيكون لازم بدي حدا فيرو. تمام، كيف الريدي بيعتمد على كل شيء. نعم، برافو عليك. لذلك دائما اكيد قلت لك لو هو راوند روبين مش الفيس ان فيس او صار فعلا كيو، لكن لو هو مثلا اللي هو بريورتي او كذا او شيء ثاني ممكن ما يكونش كيو 100%. تمام، عموما بيعتمد على مين؟ على البوليسي. لو راند روبين يعني فيس ان فيس او ساعتها ايش؟ اللي هي كيو. دائما بياخذ من مين؟ من الاول ويزيد بيحطه ايش؟ في الاخر. ولو بلوك كان بلوك وصار مش بلوك بيحطه ايش؟ بيحطه في الاخر، يبقى صار كيو. دكتور لو في بروسيسور يعني بيس الحين لو كان في مهمتين او تو تاسك وفي واحد جديد اجى، تمام؟ كان في واحد على البروسيسور الاول والثاني على القسم الثاني، وفي ضل فراغ على قد التاسك، يعني بقدر اقسم التاسك على البروسيسور. يتقسم الديسك؟ لا، البروسيسور التاسك. يقسم التاسك. ما هذا اللي بيصير، هذا المقطع يعني اذا ضل عندنا وقت حيصحى المقطع بوشيش كسكوت ان شاء الله، في له شرط لو ضل وقت. والاس احنا للسهوله بنقول لك انه في سنجل سي بي يو، لكن عموما حتى في اللابتوب في كذا ايش؟ في كذا سي بي يو وسي بي يو واحد. اوكي، وظيفته يوزع التاس على ايش؟ على السي بي يوز الاخرى بحيث يعمل يعلي اليوتيلايزيشن تبع السيستم. اللي في عمليا بيكون مور ذان وان ايش؟ وان سي بي يو. لكن في الاول احنا بنفهمك السيستم الكوست على سنجل سي بي يو، بعدين يضل الوقت ليتر اون بنفهمك على مين؟ على المالتي ايش اللي هو سي بي يو. لكن ذا سيم برضه انه برضه بتتبع سامبل بيوزع على الكل، بياخذ من الكيو، يعني بيكونش لكل واحد لكل سي بي يو كيو كيو كيو. يكون في الاخر في سنجل كيو بيوزع يعني حسب على كل سبعة، حسب زي ما تخش انت مثلا اللي هو على البنك مثلا، اوكي بنك فلسطين او حتى البنوك الاخرى صاروا. تمام، بتخش بتقطع اللي هو رقم مزبوط، وفي كذا سي بي يو كذا اللي هو كلير مزبوط، وفي كل واحد في رقم، فبيقول اللي معاه الرقم 100 يروح على كاونتر رقم كذا. تمام، التاسك الواحده السي بي يو كامل، بس انت بتعطي التاسك كامل على السي بي يو، لو كان نزل لو قسم التاسك التاسك واحد ال ال التاسك واحد نقسم ايش؟ نقسم على التاسك الواحده. هذا موضوع ثاني كمان، لقيت اللي هو ممكن على التاسك انتوا دخلتوا في المالتي ثريدنج. اي نعم، لقيت لما تشوف المالتي ثريدنج وهي بالفعل بتستفاد منها اكثر شيء لما يكون في عندك مالتي سي بي يوز. لقيت ممكن اعمل برنامج اعمل مالتي ثريدنج، مرات في البرنامج اللي بتعمله ممكن بنعمل شيء يتقسم لشغل ممكن يشتغل ان بارلل، مش شرط يكون سيكونش كله ورا بعض. بالتالي لو مثلا هو تو باس بعمل ثريد للبارت الاول وثريد للبارت الثاني، بعت لي بيجي له اسم بلاقيهم كم ثريد تو ثيرز. فلو تو في سي بي يو بيشغل الثيل الاولاني على الاولاني والثاني ايش؟ على الثاني. فممكن ذا سيم تاسك يكون اكثر من ثيرد اكثر من ايش؟ بدك تعمل مالتي ايش؟ بدك تعمل ثيردز في الحاله هذه. هنتكلم فيه لما نوصل ان شاء الله. تمام؟ له شابتر برضه فيه كذا. وكله هلقيت مالتي ثيرد على فكره. كله هلقيت ايش؟ يعني بروسيس كونسيست اوف مور ذان وان ثريد. تمام؟ ولا الموديل الاساسي القديم كان وان ثريد بير بروسيس. لكن من فترة صار ليش هي كذا ثريد حسب لزوم الشغل. تمام، والبروسيس الواحدة كذا ايش كذا ثريد عشان يزود في الباراليزم. تمام، حتى المالتي ثريد بيفيد على السنجل سي بي يو زي ما احنا نشوف، حتى لو سنجل سي بي يو بيفيد المالتي ثريد. تمام، لكن افيد لما يكون ايش كذا مالتيبل اللي هو سي بي يو. تمام، ف صار هنا لو صار الايفنت اللي تحقق الايفنت تبعها بينقلها لمين؟ للريدي اللي هو كيو. تمام، وعلى فكره ممكن يكون في الكيو مش كذا بروسيس بيستنوا ذا سيم ايفنت، ساعتها ات هاز تو لوك اللي هو يشوف مين البروسيس بيستنى الايفنت هذا 3 4 5 10 بيقول لهم كلهم لمين؟ للريدي كيو.
اللي بيعمل سكانينج، وبالتالي هو مش كيو زي ما قلت لك بالكيو بتاع تمام ولا عفوا بقول زي ما قلت لك الطالبات كيو عرب، عارف كيو العرب؟ طبوط على العرب اي لما تخش الاكونت مش على البنك المفروض في كيو مرات بالظبط، لكن مرات بيجي واحد بيقولوا عنه مهم كيف، فبيقولوا له تعال او قاعدوا فوق ويقولوا في التكييف وبيبسي وكولا وقهوه، يقول لك شغلته هو ما قاعدش يحكي بالمره مش هيك ولا كيف؟ في اي بي في اي بي، ولكن تكون حسابها بالفي اي بي، ما انت حساب البي اي بي هي ولا لا؟ في في اي بي شغلوها؟ طيب قد ايش بدي اروح ولا قد ايش؟ انا بدنا نشتغلها مش شغلها مش شغلها لغوها؟ أنا الناس بيقولوا لغوها ولا شلوها؟ إلا غاها معناته بيقولوا حمسة وما التاني مش حمسة وما بلك لغوها ولا لغوها؟ أوكي ماشي طيب ماشي أوكي تمام، لكن العيب السنجل اللي هو إكيو ايش؟ انه لو صار ايفنت ات هاز تو سكان عشان نشوف مين البروسيسز اللي الايفنت بيستنوا الايفنت هذا عشان ينقله وبالتالي بياخذ وقت. وقال لك لا لا لو ايش اذا كان هو ريتش يعني عنده ميموري كثير وسورس كثير ساعتها ممكن يعمل لكل ايفنت وان كيو. ساعتها لو في بروسيس حصل بلوكينج بيشوف هي تبع اي ايفنت ويتش ايفنت بتثبتها، لو ايفنت 2 بيعطي ايفنت 1 ايفنت 1 ايفنت ان بيعطي ايفنت ايش؟ على ايفنت اللي هو تمام، بحيث لو الايفنت مثلا 2 اتحقق كلهم يشيلهم ويجب يحطهم يحطهم يا شيخ وفرد مش محتاج يعمل سكانينج ويدور لانه من اساس فرزهم تمام. اوكي ماشي ماشي الحال. وحتى الكيو هذا ريدي زي ما حتشوف ليتر ممكن ينعمل كذا ريدي كيو لو شغال بريورتي مثلا سكيم ممكن يشتغل كيف يا شباب زي ما حنفصل انه يعمل لريدي كذا كيو لو في عنده مثلا 5 كيوز بيعمل كم كيو؟ 5 كيو رقم 5 الاعلى شيء رقم 5 بيحطه فوق و4 و3 لغايه 1 بحيث لما السبيشال دائما بيبدا بوين؟ بيكون فوقاني اذا لسه في شيء بياخذ منه اذا فاضي بياخذ مين؟ من اللي تحت. لكن على نفس اللي هو ال اذا نفس الليفل ساعتها بيشتغل ايش؟ راوند روبين، انا بشتغل بكون شغال راوند روبين لغايه ما يخلص تمام؟ بس فيها تفاصيل وفيها كلام لانه ممكن يصير ستارفيشن، ممكن يصير مجاعه. يعني ممكن اذا ضل في ستريم بيسموه ستارفيشن مجاعه بيسموه ستارفيشن بيصير مجاعه، ايش مجاعه؟ يعني اذا في ستريم يعني جدول من البروسيس اوف هاي بريورتي بيجي فوق فوق ساعتها اللي تحت ولا عمره حيوصل له حياخذ السي بي يو. واخد بالك؟ وثاني اذا هو شغال انتر اكتف ريسبونس تايم بيزيد مشكله. فالها علاجات حنشوفها في وقته ماشي الحال؟ اوكي ماشي هناك بيكون خلصت المحاضره والمره الجايه باذن الله بنكمل ان شاء الله ماشي تعال يا صفح معي تمام ايش يا عمر ولا